الزائف في كل مكان. اليوم في شهوة المدينة بصراحة، الزحام يعني اللي كان يعني واحد مشكلة كبيرة يعني ديال الطريق، اللي مزدحم بواحد الشكل يعني رهيب يعني. وكانت الساعة ديك الساعة مارت 10 ديال الصباح، ما كاينش حتى 11 ولا 10 على 10 ونص، يعني كان واحد الزحام زعما مسألة يعني. هاد الترامواي اللي دار بصراحة ما باش لي بانه خفف يعني الزحمه او خفف يعني شي حاجه، او دار يعني ما كاين حتى شي حاجه جديده يعني. تزاد الزحام بزاف وجميع الناس كيتشكاو، لا اصحاب سيارات عاديه لا اصحاب طاكسيات، سيرتو اصحاب طاكسيات. ما كنت مشيت اليوم في الطاكسي بصراحه، كل شيء تيبكي ويعني خنقهم هاد الترامواي بصراحه، خنق مدينه الدار البيضاء اكثر ما انه يعني ساهم يعني في التخفيف من وطأة المواصلات على المواطنين، لأن أولا معطل يعني شد واحد المساحة كبيرة في الطريق، يعني طريق يعني السيارات أصبحت صغيرة بزاف والزحام يعني بواحد الدرجة بواحد رهيب. هادشي بصراحة اللي يعني شفت رهيب. الناس اللي مثلا اللي داروا الترامواي واش مفكروش في هاد المسائل هادي، علاش عاطين اتساع بزاف للترامواي ومخلين واحد المساحة ضئيلة للسيارات؟ يعني السيارة واحدة اللي تمشي الله يستر وقعت غير مثلا شي طوموبيله وقعت لها شي عطا ولا شي حاجه، راه يبقاو كاع الطوموبيلات من وراها يبقاو. كذلك الامن ما عندوش من يدوز، سيارات الاسعاف ما عندهمش من يدوزوا، الوقايه ما عندهمش من يدوزوا. علاش مثلا ما يدارش كيما هذا الفيديو هذا غادي نوريكم مثلا كنموذج مثال مثلا هوايا كان صيفطوا لي واحد الاخ صوروا في ايطاليا في تورينو. هذا الفيديو اللي غادي تشوفوه وغادي تسمعوه، هاد الشخص اللي تصوروا راه هو تيهضر فيه وتتكلم فيه. علاش ما يداش هاد يعني ما نديروش حنا هنا في الدار البيضاء هاد نحدو هذا الحدو يعني في هاد المساله هادي، ونخفوا يعني من الازدحام اللي كاين، ونخفوا من هاد الهراج. بصراحه كاين واحد الهراج وما كاينش احترام الطريق وما كاينش بصراحه هادشي يحز في القلب. تنبغيو بلادنا وبغينا بلادنا تزيد قدام وبغينا بلادنا تكون بخير وبغينا بلادنا تكون ما عرفشنا وما عرفناش اش بغينا لبلادنا. انت شوف اخويا الترامواي في تورينو النقل العمومي كيدوز معاه طوبيس، سوا طاكسي سوا طوبيس. انت هاد الطوبيس دايز ترامواي ماشي ترامواي حتى عندنا في الدار البيضاء. شوف هاد الطاكسي دايز ترامواي، احنا منين دايزين؟ شوف طاكسي طوبيس والمخزن عنده الحق يدوز في الترامواي. الناس ديالنا داروا بروجي باش يقتلوا الطاكسيات، باش يقتلوا الناس دروش، باش يدخلوا الفلوس. هذا تورينو يوم 19 شهر 1 2018. شوف اسيدي هانت، شوف الطوبيس فين غادي، شوف الطاكسيات فين غاديين، غاديين في الشارع مع الترامواي بحالو بحالهم نقل عمومي، والناس كيوقفوا حدا الترامواي. هانت هانت ستاسيونمو، شوف ستاسيونمو ما كاينش ممنوع، ما كاينش ممنوع. شوف اللي بغى يركب الطوبيس يركب الطوبيس، واللي بغى يركب الترامواي يركب الترامواي بحال بحال. هانت ها الطوبيس فين دايز، هذا راه الترامواي في تورينو. كما شو اخواني يعني علاش ما يمكنش اننا مثلا نحدو هذا الحدو مثلا كما شو هو في تورينو مثلا، يعني البلاصه ديال الترامواي راه تمشي فيها تمشي فيها الطاكسي، تمشي فيها الطوبيس، تمشي فيها البوليس، تمشي فيها الاسعاف، تمشي فيها الوقايه المدنيه، يعني جميع المرافق العموميه. وكما شو كاين البلاصين كاع الطوموبيلات يعني عندهم في ستاسيون مونت ديال الطوموبيلات، يعني راه ممكن على الاقل هنا في الدار البيضاء على الاقل يعني
يعني على الاقل الطوبيس يعني والتاكسي يستعملوا حتى هما الطريق ديال الترامواي، ماشي شي حاجه صعيبه يعني، راه ماشي شي حاجه يعني مستحيله الملل اننا نوصلوا لها، فقط يعني الحكمه والرشيده والتخطيط يعني المحكم، راه ممكن اننا نديروا هذه المسائل هذه في الدار البيضاء، باش يعني الدار البيضاء راه ماشي مدينه يعني صغيره، راه مدينه كبيره و ومن يعني من الافضل انه الناس يفكروا سيرتو المسؤولين اللي كاينين هنا في ولايه الدار البيضاء الكبرى انهم يفكروا في هذه المساله هذه، وراه عندنا الثقه الكامله فيهم وفي الاعمال يعني اللي تقوم بها مثلا العماله او تقوم بها الوالي مثلا في مدينه الدار البيضاء الكبرى بطبيعه الحال، ان شاء الله انه تكون واحد الالتفاته لحل هذه المساله هذه، لان المساله بصراحه كاين واحد التدمر كبير. ركبت مع ماني تاكسيات، ما كاينش مو تاكسي ركبت معاه اليوم يعني في الدار البيضاء بصراحه، وما كانش عنده يعني واحد الراي يعني زعما، وكان واحد انفعال ويعني بصراحه راه كاين واحد الناس خلق تعب كبير. ترامواي العباد الله، ربما لو ان الدوله تفكر او الولايه هنايا تفكر في هذه المساله هذه، انه يستعمل الطريق ديال الترامواي، يستعملوا على الاقل، يستعملوا الطاكسيات، يستعملوا الطوبيسات، راه غادي يخفوا واحد شويه من المعاناه ديال الناس اللي تستعملوا الطريق. بلا ما نطول عليكم بزاف، نتمنى نتلاقى معكم في شي حلقه اخرى ان شاء الله، والى حلقه اخرى، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.